أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنة مع قيمة علمية كبيرة في المجال ده لكن خلينا أبدأ لكم الكلام بقصة مهمة جدا الأكل خطر جدا يا جماعة وقد تصل الخطورة لمرحلة مخيفة جدا سلم المصرية ذكرت ده في منطقتين مشهورتين جدا أحبهم إلى قلبي هو سأمات فيلم رائع جدا القصة باختصار أنه واحد من ابطال الفيلم اللي هو الفنان فريد شوقي بعد وجبه دسمه توفى الكلام ده حصل في الحقيقه فعلا ادولف فريدريك ادولف فريدريك ده ملك سويدي سنه 1771 الراجل دوت كان محب جدا للاكل وكان عنده شهيه غير عاديه في يوم 3 12 فبراير 1772 كانوا بدأوا يستعدوا لما يسمى بالصوم الكبير في الديانة يعني المسيحية معروف وهذا الرجل تعامل مع الموضوع بشكل في مخاطرة كبيرة جدا عمل وجبة كبيرة للغاية تضم بقى جمبري الكافيار الإستاكوزا ال ال حساء الملفوف الرنجة المدخنة كمان اللفت اللحوم المسلوقة وحط فوق ده كله خمور وكانت هذه هي الوجبة الأخيرة في حياته مات على مائدة الطعام بعد ما انتهى من الأكل وشرب الخمور قعد مكانه وجات له زي أزمة قلبية طبعا ما نعرف إيه اللي حصل في الوقت في اليوم ده تحديدا يعني سبب الوفاة هل ارتفاع في ضغط الدم دي جدا في المخ نزيف أي حاجة وتظهر السبب اللي بعد كده لكن السبب المباشر البرسبتيتنج فاكتور كان هو الاكل انا بحب التاريخ وبحب اقول لكم جمله مهمه جدا ان الاكل مخيف السمنه مخيفه وممكن وجبه تقضي على حياه سيادتك خلي بالك من هذا الكلام عشان ما يتكررش التاريخ اللي بيتكرر بيتكرر كتير بس ده راجل مشهور وكتب عنه في ناس تانية مشت المسألة على مستوى الكلام الشعبي والحكاوي اللي اتنقلت بين الناس وبعضها ده اللي قضى عليه بطة جبارة أو أكلة تقيلة أو نص بط نص خروف كله هو وصاحبه وجات له المشكلة النهاردة لقاء ممتع جدا مع واحد من الأسماء القدير على مستوى مصر والوطن العربي والحقيقة بيبهرنا دايما بأسلوبه العلمي والتقني وشرف لينا أنه يكون معنا دائما استاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنة الاس ار سي ضيف العزيز اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا ابتسمت <applause> <applause> وانا بحكي اهلا وسهلا <applause> قصه ممتعه الحقيقه يعني آه هي بتلخص طبعا انه يعني احنا عايزين نخس عايزين نشيل مسؤوليه شويه في ان احنا ننظم التغذيه بتاعتنا جزء كبير واذا فشلنا ناخد خطوه اكبر شويه لان في بعض الناس بيبقى عندهم مناعه انسولين الحقيقه بيبقى نزول وزنهم صعب شويه وخصوصا ان الـ 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 الناس اللي عندهم سمنه في جزء منهم بيبقى عنده وراثه يعني هو ما بقاش شاره للاكل قد ما الجسم هو بيدفعه لل لان هو ياكل وجبات فيها طاقه عاليه يعني فاحنا بنعذرهم شويه ولكن عايزين ناخد خطوه فعاله الموضوع ده محتاج يتاخد بحرفيه شويه حاولت في الدايت فشلت راكب بالون وزنك زايد اعمل تكميم وزنك عندك سكر اعمل تحويل المسار مع تنزل لك وزنك وتعالج سمنة يعني الهدف ان هو انقاص وزن ما نسيبش وزننا يزيد خالص يعني عشان هذا بقى المشاكل اللي هي بتاعت السادن ديس دي, دي و... وان الناس تموت وكده فننصح كل الناس طبعا ان هم ياخدوا خطوه فعاله في انقاص الوزن. الناس كتير من اللي عندهم سمنه مفرطه عندهم اعتقاد انه ما عندهمش مشاكل يعني هو عايش من غير مشاكل مش عارف انه قنبله موقوته تاثير السمنه على الجسم تاثير انسيدياس يعني عايزين نفهم الناس الكلمه دي. هو الحقيقه طبعا احنا السمنه مشاكلها كتير يعني هو معظم احنا دايما في كلمه كده ان مريض السمنه هو مريض فراجايل يعني هو هش, هش. هو طبعا هو مش مش صحته جامده ولا حاجه لا بالعكس ده ده انت تبقى يعني كويس بس اعمل في شويه فحوصات هتلاقي في حاجات طبعا خفيه هتظهر احنا في في لسته كده من الفحوصات بنعملها قبل العمليات آه بقينا ناخد الحاجات اللي هي الاساسيه فيها يعني انت يعني عملت بان الكوليسترول ودهون ثلاثيه وما دي يعني بوزت في كل الناس بنلاقي برضو بنعمل سونار لكل الناس بعد قبل عملية السمنه يعني عايز اقول لحضرتك 90 في المية منهم بعنده تداهم في الكبد تداهم في الكبد ده بقى عامل مشاكل يعني مع الانزيمات ولا مش معليها يعني بتبقى من واحد لواحد لكن في النت ريزلت انه عنده تدهن في الكبد مرضي الناس عندهم مشاكل خفيه انه بيبقى عنده سكر مش متعالج بيبقى عنده الضغط بتاعه بيظهر لاول مره مع القياس قبل العمليات او اثناء العمليه بتلاقي ضغطه فليرنج في السما يعني تلاقيه طبعا 160 170 ويقول لك انا ما باخدش اصلا علاج ضغط ولا ولا كنت بتعالج من سكر قبل كده ولا اعرف ان عندي كوليسترول ولا اعرف ان عندي تدم في الكبد فطبعا السمنه لها مشاكلها اللي هي يعني ممكن وطبعا فيها ناس بتعاني منها تاني في الانجاب يعني السيدات اللي هم عندهم وزن زايد ما عندهاش صعوبه في الانجاب دور الهرمونيه اصلا كلها معكوسه يعني الرجال اللي عندهم برضو صعوبه في 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 الصحه الانجابيه او يعني ضعف في الصحه الانجابيه او او القدره الانجابيه طبعا السمنه بتحول هرمونات الذكورة إلى هرمونات أخرى أنثوية وطبعا مشاكلها كثيرة جدا سواء بالنسبة للسيدات على, الصحة العامة للإنجاب يعني في مشاكل كثيرة جدا يعني ده عايزة يعني هنمسكها حتة حتة <applause> أول حاجة هنتكلم على تأثير السمنة على الجهاز التناسلي للمرأة على القدرة على التبويض على القدرة على الحمل كثير من حالاتك كمان نحكي من واقع الحالات إنه بعد الجراحة وخست بعد ما كانت عندها مشاكل ومحاولات حقن من جاري حملت تلقائي طبعا دي حاجات هو ده الناس يعني اكيد بنصحوا الناس السيدات اللي هم متاخرين على الانجاب فيهم فئه كبيره جدا عندهم تكيس ما في فئه كبيره جدا عندهم سمنه مفرطه تمنعهم من الانجاب دول لو يعني قعدت تديهم ادويه مدى الحياه هي مش هت مش هتخلف وطبعا احنا عارفين يمكن في معلومه طبيه واضحه ان اضطراب الهرمونات وتكيس المبيض نسبه كبيره جدا 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 منهم بيكون بسبب السمنه المفرطه أوه. عالج السمنه المفرطه ما انتش محتاج لعلاج تاني ويمكن قصص كتيره جدا الناس اللي هي بتبقى متاخره على الانجاب وعملت على فكره اي في اف يمكن مرتين ثلاثه وعندها وزن زياده بترجع لك بعد العمليه يعني بعدها بسنه او سنتين بعد العمليه بتلاقي خلفت ومعاها طفل وتلاقيها جايه مع حد تاني بعد شويه لان الدوره او الاتزان الهرموني بيرجع مرة تانية إلى الوضع الطبيعي المعكوس بسبب الدهون، ويمكن احنا مفيش جراح نسا أو حد بيبقى عنده مريض سمنة وبيعالج فيه بيبقى مبسوط منه خالص، بيتعب معاه جدا وفي الآخر بيبقى بيك فيلر يعني، فالأصل إن احنا نرجع الأمور لأصلها. أنا أنا عايز بس أكمل نقطة إنه مش بس على فكرة في تخصص النسا في حاجات ما ينفعش معاها السمنة المفرطة. المفصل الصناعي اللي بيتركب في السيدات اللي هم او الرجال اللي هم معظمهم سيدات يعني بيبقى المفاصل بقى مش شايلهم في سن بقى ال 60 ويبقى طلبها الوحيد انا مش عايز اركب مفصل انا حتى الدكتور بيقول لا انا مش هعرف اركب لك مفصل على وزن 120 كيلو ولا 140 كيلو ما مش هعرف عم. طيب انا لو ركبت مفصل على ده ايه الوضع يعني ما هو ده ما فيش مفصل صناعي يشيل الوزن ده النمره الثانيه في امراض ثانيه زي الغضروف في الظهر واحد وزنه 130 140 كيلو طبعا يعني تعالج ازاي اعمل لك عمليه ازاي يعني؟ ما هو ده قصدي في امراض لابد من ارجاعها للوضع الطبيعي للاصل، اصل المرض هو السمنه المفرطه. اعالج السمنه المفرطه كل مشاكلك بالنسبه لك تتحسن. في امراض ثانيه يمكن مشهوره جدا سكر من النوع الثاني، عنده واحد مريض سمنه مفرطه وعنده سكر من النوع الثاني. طب ما تعمل عمليه تحويل مسار، انت من الناس المحظوظه جدا. علاجك في في عمليه تحول مسار نزل وزنك قلل الامتصاص نشط البنكرياس بعمليه تحول مسار فانت بترجع لوضعك الطبيعي الصحي المظبوط يعني قصدي الموضوع مش بس في النساء لا ده في تخصصات كثيره جدا يعني آه انت لو نزلت وزنك وتعالجت بعمليات انقاص الوزن انت ما هتوقف بقى شنط الادويه اللي بتاخدها للمفاصل للسكر للضغط للكوليسترول لتدهن الكبد واحد بيعالج نفسه وعنده انزيمات الكبد عاليه وعنده تدهن في الكبد انت عايز تعمل ايه مهاري. هتعمل له ايه ما يعني ده ده الناس نصه فاهمه حقيقه الامر اه نازل وزنك نازل وزنك لا الناس في الناس كمان،, اللي... كمان حاجه انا بلاحظها في بعض المرضى ان هو بيبقى مريض سمنه مفرطه ومش مدرك انه سمنه مفرطه يعني هو ايه صحيح 120 كيلو وبيتكلم على ان ال 120 كيلو لا 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 انا مش 180 ولا 190 انت 120 دي انت سمنه مفرطه صحيح احنا دي توصيات من منظمه الصحه العالميه من من 91 طبعا قالت انه عشان ما يعني النقطه دي مهمه للغايه لسبب ان الناس بتسوق التصرف او بتسوق الاختيار في انقاص الوزن الزائد يعني الناس اللي هي أو وزنها زايد فوق ال كيلو او 110 كيلو بيبحث عن طريقه لانقاص الوزن قد تكون تحفظيه لفترات كبيره جدا وتلاقيه نازل 10 كيلو وزيتهم تاني 20 كيلو وزيتهم ثاني مناعه انسولين مناعه انسولين موجوده هي يعني فيها صعوبه في انقاص الوزن انزل يو يو بقى انزل تاني اطلع انزل انزل اطلع بتلاقيه نازل دهون وعضلاته عمال يزيد بس دهون شكل جسمه باص ما فيش طريقه فعاله خالص لانقاص الوزن على الجانب الاخر احيانا ان ان احنا الناس بتبقى عارفه ان وزنها ده مش سنه مفرطه عشان كده في بعض الناس تقول انا عايز اشفط دهون اشفط شويه دهون طبعا ده يعتبر خطا جسيم سواء اذا كان الدكتور هيعمل لك شفط دهون وانت عندك سمنه مفرطه فده يعني ضياع للوقت ويمكن كمان بقى يمكن كمان تبقى الموضوع يزيد صعوبه شويه ان انت تشد بطنك وانت وزنك فوق ال 100 كيلو او 120 كيلو وتلاقي نفسك طبعا نفسك مكروش عندك فتق في الحجاب الحاجز بسبب ان ضغط البطن عالي وتلاقي طبعا السمنه ما راحتش وتلاقي يعني حتى وظيفه الكلى احيانا بتتدهور بسبب زياده ضغط البطن العالي الشديد بسبب كومبارتمنتال سندروم انت راجل مريض سمنه مفرطه هتروح فين يبقى اذا ما ينفعش ان احنا نعمل اذا كان وزننا زايد في سمنه مفرطه ما تقعدش على الدايت فتره كبيره لانه هو ست شهور لو انت يعني وزنك 15 20 كيلو فشلت في ده جرب في طريقه اقوى شويه ما تقعدش طول عمرك اجرب دايت رايح جاي وانت وزنك اصلا في نطاق السمنه المفرطه المرضيه. <applause> النمره الثانيه ما تعملش حاجه موضعيه للسمنه المفرطه. السمنه الموضعيه لها علاجات زي شفط الدهون شد البطن السمنه <applause> اللي هي الناس تفهمها المشكله أو. انه في ناس كتير بيبقى باصص لبطنه لكرش كده وكانه هو ده المشكله الوحيده مش واخد باله ان هو توتالة عنده سمنه. الكرش أو البطن يعني لوحدها لما يبقى وزننا في خلال 5 10 15 كيلو أنت في نطاق السمنة الموضعية آه. وعلاجك موضعي ما تخافش يعني ده شوية دايت على شد بطن مظبوط شد شوية تراولات الدنيا بتظبط يعني طب أنا بقى عديت في نطاق السمنة المفرطة المرضية أنا علاجي هو انقاص الوزن بعملية التكميم أو نوع بقى من أنواع تحويل المصار سواء تحويل المصار ذات الوصلة الواحدة او الوصلتين اللي هو الكلاسيكي او السيدس اللي هو تحويل مسار الاثنا عشر فدي عمليات كلها لانقاص الوزن منصوح بها من منظمه الصحه العالميه من سنه 91 فدي نصيحه لكل الناس المصابه بالسمنه المفرطه دور على حل اللي هو المناسب لعمليه السمنه المفرطه ليه انت عشان ما وقتك وتضيع مجهودك وتضيع برضو فلوسك في في حاجه غير مناسبه يعني ما تبقاش افكتيف <applause> بابوري رايح بابوري جاي تعبيره دايما بقوله ما بين السمنه والسكر بيلعبوا مع بعض زي ايه لا العزومه دي عندك لا العزومه دي عندك السمنه معناها مستقبلات مش عارفه تشتغل كويس ودهون عليها والانسولين يجي يشتغل ما يعرفش فالانسولين يعلى والبنكرياس في النوع دوت في نوع السكر الثاني بيبقى, بيبقى, بيبقى نشط اكتر وبيطلع انسولين اونطه بس الانسولين الاونطه ده لا منه ولا كفايه شره مش عارف يشتغل على السكريات لكن بيكون دهون فبيخلي الانسان يزيد دوره بزي. مفرغه يعني آه. لازم سايكل كده لازم تتكسر يعني اه احكي لي بقى هذا المزدوج الشرير لما بيجي له خلينا نقولها في في جمل سهله بسيطه لكل الناس احنا عندنا نوعين طبعا من السكر النوع اللي هو بتاع الاطفال الصغيرين اللي البنكرياس مش شغال احنا مش هنتكلم عنه خالص لانه يعني مش هيستفيد من عمليات السمنه الا اذا كان ودور رير يعني ان انت تلاقي مريض عنده سكر من النوع الاول ووزنه كبير فده يعني يبقى محظوظ قوي يعني يبقى عمل عمليه نزلت وزنه وقلل جرعات الانسولين ده نوع اول خلاص يعني اللي هو بيجي في السن صغير الاطفال اللي معتمد على الانسولين من صغره احنا ده خليه على جنب اللي هو هيستفيد من حاله واحده لو عنده سمنه مفرطه اللي احنا الناس الماجوريتي بقى يعني الناس الكبيره من الناس اللي هي عندها سكر دول سكرهم من النوع الثاني اعني ان الناس دول البنكرياس فيه الرمق لسه يعني ممكن يشتغل في ريزيرف احنا ممكن ننشطه ثاني او في جزء ممكن يتنشط او يعمل ثاني فيما بعد عمليه تحويل المسار السمنه المفرطه يعني هي تمثل تقريبا 80 ل 90% من اسباب السكر من النوع الثاني. عمليه تحويل المسار هي بتعكس كل الحاجات المسببه للسكر من النوع الثاني زي تحويل مسار المعده المصغر او حتى تحويل مسار المعده الكلاسيكي بيشتغلوا بنفس الطريقه. تقليل كميه الاكل معناه تقليل الوزن معناه برضه تقليل مناعه الانسولين يعني اي كميه انسولين تقدر تدخل سكر الخلايا فمش محتاج البنكرياس انه يطلع كميه كبيره وبالتالي بيشيل عنه حمل كبير. النمرة الثانيه الوجبه اللي انا باكلها يعني في 80% من السكريات والدهون الجسم ما بيستفيدش منه وبالتالي انت شلت حمل كبير جدا على البنكرياس يعني البنكرياس المجهد ده هو مش قادر يشتغل بـ 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 بالقدره الكامله بتاعته وبالتالي هو نسبه سكر يعني على قد الممتصه او الدهون او يعني الاكل الممتص هو على قد كفاءه البنكرياس ان يقدر يدخلك سكر الخلايا يقدر ان هو يعادل نسبه السكر في الدم دون اجهاد وتلاقي سكرك ابتدى يظبط. كنا يعني طبعا بقى فتره في المؤتمرات بنتكلم على ادويه مماثله للجي ال بي 1 او هرمون داخلي بيفرز من خلايا في نهايه الامعاء وده يعني عامل ثوره طبيه جامده جدا وع وعلى فكره غالي جدا يعني ما بس بس احنا عندنا امل آه. انه يرخص بس هي دي النوعيه من الادويه اللي مديانا امل كبير في تحسين برضه الميتابوليك اكتيفيتي بتاعت البنكرياس السكر. طبعا والسكر طبعا طبعا آه. هو طبعا ده وطبعا هو مش في, 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 في يعني طبعا هو ده متوفر طبعا وفي بعض على فكره الدول يعني مخليه من ضمن منظومه العلاج اللي هو الإنشور يعني اه التامين الصحي آه. لكن طبعا هو ده بيطلع ربنا خلقه بيطلع من خلايا سيل في نهايه البنكرياس الدوره بقى الهرمونيه اللي دوره الاكل لما تبقى سريعه بعد تحول المسار ما بنازل جزء من الامعاء فبالتالي الخلايا دي بتفرز كميه كبيره من جي ال ينشط بقى البنكرياس تاني وان كانك بتاخد علاج بـ بـ يعني بـ بالاف البنيات يعني طبعا رباني يعني من من ضمن المنظومه الهرمونيه بتاعت الجسم ربنا اللي خلقها طبعا بتنفذ مهام ان هي بتنشط البنكرياس مره ثانيه بتكاسر انتاجه من الانسولين وبتقلل مستوى السكر في الدم بصوره فعاله جدا فيعني عمليه حلم المسار انا شايف ان هي حلم يعني ده موفق لكل الناس اللي مصابه بالسكر من النوع الثاني انه يخلص من علاج السكر يوقف المشاكل بتاعت السكر على الشبكيه وعلى الكلى وعلى الـ وعلى الـ الاطراف والـ والـ وطبعا مشاكل السكر قد يعني لا تتوقف عن ان هي بتعمل للناس يعني طبعا مش بخوف الناس لكن مشاكل السكر ممكن تعمل لك مشاكل تقعدك في البيت يعني طبعا من مشاكل الاعصاب والاطراف والشرايين الطرفيه اللي بتتسد ومشاكل طبعا البتر والحاجات دي طبعا احنا عايزين نوقف السكر عند حده عايزين نوقف مضاعفات السكر عند حدها بحيث يبقى احنا عملنا حاجه فعاله للجانبين لعلاج السكر ولإنقاص الوزن. احنا ما يعني ما فيش تخويف لأنه الناس كلها عارفه ده واقع مشاكل آه السكر وعارفين والسكر بقى من حيث الإنتشار والتاريخ والتواجد كمرض بقى مرض موجود في الثقافه الشعبيه وحتى الناس ساعات بتخاف بلا مبرر يعني ساعات الحاله بتبقى مسيطر عليها أنا بتكلم بقى على السكر اللي هو في الناس المواظبه اللي بتاخد علاجات كويسه اللي محافظه على وزنها ما بعد حتى العمليات ما فيش بقى داعي خالص ساعتها للخوف بالعكس احنا بنتحول الى امل شديد خصوصا مع النيو جينيريشن، وخصوصا مع الجراحات والكومباينيشن ده رائع جدا يعني حتى في السكر من النوع الاول احنا ممكن نعمل تحويل مسار والعين يرجع يخس ويبقى كويس ونديله ادويه قليله جدا اه يعني جدا رائع. جدا طبعا يعني آه. هو نسبه السكر هتقل خالص 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 وما بقاش عنده خوف من اكل الوجبات يعني اثناء الوجبه مش خايف ياكل فيقوم السكر رافع 600 و700 والانسولين كميته تقل خالص ده في النوع الاول وقد آه. ينتهي تماما العلاج في النوع الثاني <applause> في اللقاء القادم سيستمر حوارنا مع ضيف العزيز المبدع دائما اللي بيمتعنا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا بتنور الدكتور كريم شكرا. بجد الناس الحلوه ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل العريق زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو جمعيه عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه ار كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوة خلينا نكمل لسه مع الجراحات سمنة ولكن من داخل غرفة العمليات من داخل المستشفى مع ضيفي العزيز بس المرة دي بكاميراتنا مع جراحة سمنة مهمة جدا جدا ومريض سمنة أكيد سيتحدث أفضل مننا يمكن ليه كنتوا على الأقل تفهموا لأنه هيقول لكم هو تجربته كانت ماشية إزاي خليكم مع الناس الحلوة مشكلتي أنا بدأت من 15 سنة يظهر عندي سكر من النوع الثاني فبدأت أتدرج في استخدام أدوية السكر حتى عشر سنوات وصلت إلى منع ضد كل الحبوب والمنظمات وبدأ بعدها هذه استخدام الأنسولين من المتابعة للنت ومتابعة عبر التلفزيون تعرفت على الدكتور كريم صبري وتواصلت معه عن طريق التليفون وشرحت له الوضع وايش اللي حاصل بالضبط فقال مشكلتك بسيطه وان شاء الله تزورنا وفعلا عملت التحاليل المناسبه كان عندي المتوسط وصل الى 11 وبدات تظهر علي اثار او غيبوبه السكر بسبب الانسولين يعني وصلت الى مناعه يتراكم الانسولين في الجسم وبعدها مباشره ينزل السكر فجأة وكنت أصاب بغيبوب السكر كنت أصل إلى ساعة إلى ساعتين آخر يوم ما قبل العملية وصلت إلى غيبوب السكر استمرت إلى ثلاث ساعات بعدها سويت العملية بتاريخ ثلاثة سبعة يعني العملية ما استغرقت وقت ولا استغرقت جهد يعني كلها تقريبا ساعتين بنج وعملية وإفاقة فعندما طلعت من غرفة العمليات لم أصدق أنني سويت العملية لأن جسمي مرتاح تماماً ولا أشعر بأي تعب أو بأي جهد فسألت المرافق تم إجراء العملية قال تم والحمد لله وزني من 90 نزل إلى 75 كيلو واستقر على هذا الحال أمارس حياتي الطبيعية وما فيش أي مشاكل لا <applause> لازم <applause>